الخميس والجمعة الماضيين تابعنا منافسات المرحلة الخامسة من دوري أدنوكا الإماراتي. الخميس تعادل اتحاد كلبة والوصل بهدف لهدف، وتعادل العروبة والعين بالثلاثة، أما قمة الوحدة وشباب الأهلي انفتحت سلبية. الجمعة خسر بني ياسم العجمان بهدفين، وفاز خرفكان على الضفرة بثلاثية، وهز النصر شباكه مستضيفي الإمارات بالأربعة، وختاما فاز الشارقة على الجزيرة بهدفين لهدف. حمادي كردبو وجردت المرحلة. وكل عام وأهلنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بأمن وأمان وبألف خير بإذن الله، ودائما وأبدا معا أبدا. الرابح الأكبر هو الملك الشرجاوي المتعافي من تبعات هزيمتيه الآسيوية والمحلية. الشارقة استعاد توازنه بفضل نجاعاته التهديفية في الشوط الثاني، فهو الأكثر تسجيلا في نصف المباراة الثاني إلى حد الآن بالتساوي مع النصر وبرصيد 8 أهداف لكل منهما. عودة قوية أمام حامل اللقب، والشارقة يؤكد أنه لا يرمي المنديل بسهولة. الخاسر الأكبر هو العنكبوت الجزراوي الذي تكبد هزيمته الأولى وتنازل عن تقدمه المبكر في القمة ليفرط في آخر 10 دقائق في الانفراد بالصدارة. ليس هذا فقط، فالجزيرة خسر نقاط المباراة وعاد بإقصائين. كرة القدم بهذه الطريقة، يا فوز يا خسارة، ولكن الحمد لله عدنا مبدأ حن، يا أني أفوز يا أتعلم. الخسارة هاي تعلمني، ما أنها يعني تحطمني ولا شيء، بالعكس نشوف أخطائنا، نشوف الأشياء السلبية الأشياء الإيجابية، إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. المستفيد الأكبر هو النصر الذي تعثر مرتين في بداية الموسم، ثم سرعان ما صحح الأوضاع ليستفيد من فوزه العريض على الإمارات، ويستفيد من تعادل العين والوحدة وشباب الأهلي إضافة إلى هزيمة الجزيرة. العميد بات يتأخر ب4 نقاط فقط عن المتصدر. مدرب الجولة هو من نجح في إجبار المتصدر على الاكتفاء بنقطة التعادل بعد أن كان متقدما بثلاثية كاملة، وهذا يحدث للزعيم للمرة الأولى في دوري المحترفين. وفي المقابل بات العروبة أول فريق يقلب تأخره بثلاثية نظيفة في الشوط الأول إلى تعادل منذ الوحدة أمام الجزيرة قبل 7 سنوات. الشوط الثاني للعروبة كان استثنائيا، والأكثر تألقا كان البحريني علي مدن الذي لفت الأنظار بفنياته العالية وقوة شخصيته لينجح في هز شباك خالد عيسى بثنائية جعلته ينال لقب رجل الجولة عن جدارة واستحقاق. عزيز بيلعبها، السلام بتمر بجوار القائم، مرت إلى ضربة ركنية بجوار القائم في غاية الخطورة لمصلحة شباب الأهلي في اللقطة الماضية، عدت وراحت، خل مسها الشامسي بأطراف أصابعه. شباب الأهلي خطرة أمام المرمى، الكرة السلام، بيسدد ولكن بيخلصها الشامسي، خلصها محمد الشامسي، محاولة لشباب الأهلي في غاية الخطورة، خطأ في التمرير في منتصف الملعب، ارتداد سريع على التسديدة من بيليه ولكن يتصدى لها شمايكل. قايدي لعب السلام أمام المرمى، لكن الشامسي محمد الشامسي يمنع. إذا وصلت لقايدي كنا راح نقول أول أهداف المباراة. الجولة الخامسة انتظمت على مدار يومين، والطريف أن اليوم الأول كان يوم التعادلات، أما الثاني فأسعد جماهير أصحاب الأرض ب4 انتصارات كاملة.
المتأمل في نتائج الإمبراطور ونتائج أصحاب السعادة سيسجل دون عناء أنهما مختصان بامتياز في الخروج بنقطة التعادل، وهي نقطة لا تساعد كثيرا في الاقتراب من مراكز الصدارة والمنافسة على اللقب. ولذا فعل الوصل والوحدة مراجعة الحسابات سريعا قبل أن ينتهي موسمهما مبكرا ليكتفيا بمراكز وسط الترتيب. في الجولة قمتان، الأولى بين الوحدة وشباب الأهلي والثانية بين الشرق والجزيرة، لكن ورغم ذلك عانت المدرجات من غياب الجماهير، فهل الرطوبة وحرارة الطقس هما السببان الرئيسيان وراء الغياب؟ الجواب بحثت عنه الرابطة، وبحثت خاصة عن سبل تشجيع الجماهير على الحضور بكثافة أكبر. كثيرون سجلوا في تعادل الوصل وتعادل العين خيبة أمل، ولكن عند فتح دفاتر التحكيم وبالاستناد على رأي الخبراء فالعين محظوظ بعد إلغاء هدف صحيح للعروبة، والوصل محظوظ بعدم إعلان ركلة جزاء لاتحاد كلباء. أما حكم قمة الشرق والجزيرة فاكتفى بطرد خليفة الحمادي، وكان الأجدر أن يرفع مع الحمراء صفراء في وجه شوكروف المستفز. حمادي قردبو، صدى الملاعب.